السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. أول تعليق سعودي على مبادرة الرئيس المشاد الجديدة، وإلى التفاصيل. كشفت السعودية اليوم الأربعاء موقفها من المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاد. ورحبت السعودية بالدعوة التي تضمنها خطاب الرئيس المشاد الأخير. ووصف الخبير العسكري السعودي أحمد الفيفي ما تضمنه الخطاب بأنه عين العدل والمنطق والصواب. وأعاد الفيفي وناشدين محسوبين على الاستخبارات السعودية تداول خطاب المشاد المتلفز لأول مرة منذ بدء الحرب السعودية على اليمن في مارس من العام 2015. وكان المشاد ضمن خطابه بذكرى الوحدة اليمنية قد أطلق مبادرة جديدة أكد فيها الرغبة الصادقة في صنع السلام وحسن الجوار واستعادة الإخاء مع المحيط والفرقاء في الداخل. ودعا المشاد قيادة التحالف لإكمال ما تم بدءه معا والانخراط الجاد بتوقيع وتنفيذ خارطة الطريق وتهيئة وتعزيز الأجواء الداعمة لبناء اتجاه بالجانبين الإنساني والاقتصادي، إضافة إلى السير بطريق السلام وتصفير الأزمات والصراعات. ويأتي الخطاب في وقت تشهد فيه مفاوضات السلام بين اليمن والسعودية حالة جمود بفعل ربط الولايات المتحدة الأمريكية تقدم فيه بوقف العمليات اليمنية المساندة لغزة، وهي خطوة ترفضها صنعاء باعتبار عملياتها نابعة من موقف أخوي وإنساني وإخلاقي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.